عبد الله الله يا رب الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنشكر كلهم خوتي المغاربة داخل الأرض الوطن وخارج الأرض الوطن. واليوم واخا كميت قدامكم واخا كميت سمحوا لي، على سمحوا لي ما خاصنيش نكمي قدامكم بالرجوله. انا كنحشم من خوتي المغاربه، نحشم نكمي قدامكم. كما كنقولوا بالمتتبعين ديالي، نحشم نكمي قدامكم، ولكن سمحوا لي. علاش كاعي؟ كاعي فاقد الشعور ديالي. علاش كاعي فاقد الشعور ديالي؟ علاش ديك النهار كنت درت واحد الفيديو وقلت لكم اودي راه شي حاجه واقعه ليا، راني حساس. ولكن واخا قلت لكم شي حاجه واقعه ليا راني حساس، واحد خينا كتب ليا في الكومونتير قال لي هذيك كلمه حساس ما خصكش تقولها. ولكن قلت انا بالطريقه ديالي. علاش قلتها بالطريقه ديالي؟ ما بغيتش نقول لكم اودي راه شي حاجه حاس بها واقعه ليا في القناه ديالي. خفت لا نقول لكم راه شي حاجه واقعه ليا في القناه ديالي، خفتكم تكتبوا ليا في الكومونتير تقول لي انت ديما كتبكي على هذه القناه، ديما كتبكي راه خاصني شي حاجه فيها. وفعلا فاش قلت لكم راني حساس، حسيت بشي حاجة في القناة ديالي خاصاني. حسيت براسي كنضرب تمارة كنلوح بالفيديوهات وكنضرب تمارة هكاك الخوت. اشنو المشكل وقع ليا دابا؟ حيت شي وحدين دابا اش كيقولوا؟ كيقولوا علا راه رد القناة ديالو وراه كيلوح الفيديوهات راه مكحلها فلوس. انا الخوت راه ما مكحله فلوس ما تشي حاجه، كنت فقير وباقي فقير بحالاش. راه القناه مني كتفوت باش غنفهم انا المتتبعين ديالي اللي ما كيعرفوش بالموقع ديال الانترنت كيفاش في المثل بنادم الا كان تعدو شي قناه وكيلوح الفيديوهات. راه القناه الخوت ماشي بحال كتفرج في التيك توك ولا في الواتساب ولا كتفرج في الفيديوهات ديال اليوتيوب ولا كتفرج بزاف الاعجاب. راه الا كانت عندك القناة خاص تكون عندك كاينة العقلية كتفهم القناة اشنية الخدمة ديال القناة. القناة تا هي راه خدمة، راه ماشي صور فيديو لوحو صافي وسير تخلص. القناة تا هي راه خاصك تضرب على تمارة. المشكل كيفاش واقع لي في هاد القناة؟ علاش قلت لكم ديك النهار راني حساس الخوت كاعي حاس القناة ديالي ماشي هاديك بحال الزعمة. علاش دابا كنكمي وكنقول لكم سمحوا لي؟ راني كاعي ما عمرني كميت قدامكم وسمحوا لي.
كما قلت لكم الخوت القناة هاد الايامات مني خرجت من الحبس وكنلوح في الفيديوهات شحال ديال الفيديوهات الحزينين وتشافوا مزيان، ولكن الفيديوهات عندي ما كيدخلوا ليش الفلوس. علاش مني عيط شحال من واحد كنقول له يشوف ليا وشوف ليا، شكون كان كيوريني في الاول؟ كان كيوريوني الدراري صحابي، شكون هما الدراري صحابي؟ هي مني كانت كورونا كان عندي الصرف انا، وهاد صحابي اللي كان كيوريوني كيفاش نركب الاشهار وكيفاش لحت الفيديو نفعلو كانوا ديما لاصقين فيا، ما كيحيدوش من حدايا، اي حاجه بغيتها كيوريوها ليا. ولكن دابا ما ضربت العامين ديال الحبس وخرجت، اللي كنقول ليه وريني كيفاش نركب الاشهار، ولا وريني كيفاش نلوح الفيديو، ولا وريني كيفاش نفعل الارباح، كيبدا يتبوطرو عليا. علاش؟ كل واحد فيهم دبر على خدمه، واخا كل واحد دبر على خدمه ولاو كيعيقوا وتصوروا عليا انا جريت معاهم مع داك التريكاج اللي كيعملوا. المهم طلقت منهم وكاكو بقى يديخ. دابا هاد الايامات اتصلت بواحد الولد وقلت له ودي راه كيفاش وكيفاش دخل القناة ديالي، قال لي هاد الفيديوهات اللي كترمي ما كدير لي مش الارباح، ما كدير لي مش الارباح، قال لي ما كدير لي مش الارباح، قال لي الفيديو كتلوحو كيتفرجوا فيه الناس، ولكن قال لي بحال دابا الفيديو في المثل لحتيه ودرتي لي الارباح انت كتكون واحد النقطة خاوية، واحد البلاصة خاوية كتشعل واحد ملي كتفعل الفيديو ملي كتلوحو كتفعلو كتشعل واحد مقيطة زرقاء خضراء، ملي كتشعل هذيك المقيطة خضراء كتبدا تدوز لك الفلوس مزيان، كتبدا تدوز لك الفلوس. ولما فعلتيش هذيك النقطة على حكي الفيديو هكاك الفيديو لا كان كيدير 60 افراك ولا 70 افراك وما فعلتيش بهذيك النقطة كما قلت لك الفيديو لا كان يدير 60 افراك يجيك فيه في المثل 10 درهم ولا 20 درهم ولا ما توصلهاش. والمشكل كي تكلوح الفيديوهات قلت لكم مني خرجت من الحبس ما كنتش كنفعل القناة ديالي، ما كنتش كيما قلت لكم فيديو مني كنلوحو ما كنفعلوش، ما كنتش عارف ما بقيتش عاقل على هادشي. حيت قبل ما ندخل الحبس كنت مخدم القناة بوحدي، كنلوح الفيديوهات بوحدي ونفعلهم بالارباح ونركب الاشهار. دابا انا ملي دخلت الحبس نسيت فورماطيت وما بقيت عاقل على شي حاجه بالرجوله الخوت. ولكن دابا راه شويه دابا وليت نعرف دابا نلوح الفيديو، وليت دابا ندير لي تحقيق الربح. علاش وراوني الرجال؟ حيت انا ماشي على القناه كنلوح فيديوهات وساكت، القناه ديالي كنبحث عليها. دابا كيما قلت لكم هاد الايامات كامله واخا كنلوح في الفيديوهات باقا ما كدوز ليش الفلوس الكونت ديالي، حيت ما كنحقق شيء كيما قال الفيديو ملي كنرميه ما ندير كيما قلت لكم ما كندير ليش تحقيق الربح. كيما قلت لكم الخوت والقناة مني 6 شهور ما كترميش فيها الفيديوهات كتوقف. انا كنفهم شي وحدي اللي ما كيعرفوش هادشي ديال القنوات ديال موقع الانترنت، كيما كنقول شكون اللي كيعرفوا لي عندهم القنوات. القناة مني كتفوت 6 شهور وما كتلوحش فيها الفيديوهات ما كتبقاش الفلوس كتدوز لك الكونت ديالك، كتوقف القناة. إلا القناة كما قلت لكم كتوقف، بحال دابا أنا ضربت عامين الحبس خرج، دابا ملي بديت كنلوح في الفيديوهات بحال القناة ديالي بحال يلاه بديت من الجديد، بحال بديت من وحيدون. إذن خاصني تنصر 4000 ساعة عادي يمكن القناة ديالي تفعل كتفعل بالأدسنس. مني كتفاعل بالاسانس عاد باش الاسانس كيبدا يعطيك الاشهار بدا تركب الاشهار. دابا الخوت انا فت 4000 ساعة فت كما قلت لكم 4000 ساعة خاص دابا الاسانس يتفاعل ليا، فهمتيني؟ باش الفلوس يولي يدوزو ليا الكونت ديالي. دابا راني باقي عارف في هذا المشكل، راني باقي ديخ. كنتمناكم تكتبوا لي الكومنتيرات القناة مول الهيركات، هذاك الدري عشيري هو اللي مصيب لي هاد القناة، بغيتكم تكتبوا لي الكومونتير تقول لي تعاون مع علال وريه كيما الاول. كيما قلت لكم
تكتبوا المول هيركات الكومونتيرات قول ليه علان صوب ليه القناة ديالو، راه فات 4000 ساعة باش كيما قلت لكم قول ليه تفعل ليه الاسانس، خاصه يتفعل لها الاسانس، باقي ما مفعلهاش الخوت. دابا مني كتبغي تركب الاشهار، مني كتبغي تركب دابا الاشهار كيقولوا لك تبت لينا الكود، تبت لينا الكود. المهم مول هيركات هو اللي غادي يوريني وما نطولش عليكم الخوت. دابا راه وليت دابا واخا كنلوح كنسول، قال لك اللي ما عرفتيش يسول، رانا الخوت كنسول كما قلت لكم. دابا راه مني اليوم توعيت شويه من العقليه ديالي، دابا الفيديو مني كنلوح وكنفعلو، دابا الفلوس كدوز مزيان. دابا مني كنفعل الفيديو ومني خرجت من الحبس انا كنلوح في الفيديوهات، ما بقيتش عاقل مني نلوح الفيديو كيفاش نفعلو، كنت كنلوح الفيديوهات وشي حاجه ما كانت كدوز ليا. كاع دوك الفيديوهات اللي لحقت كاملين الخوت ما استفدت منهم والو، يلا مستفد منهم شي 15 براك 3000 ريال ولا ماتي شي مصاريفه قليله، باقي حتى حاجه ما دازت ليا الخوت الكونت ديالي باش غنفهمكم. وكما قلت لكم راه الشركه ما بقاتش قادره، كما قلت لكم راه الشركه ما بقاتش قادره، وانا راه واخا كنقصد الرجال راه ماشي انا كنطلب ولا كنسعى، انا كنقصد الرجال اللي جايلين ومدوزين ولاد الخير كيعرفوا كتهضر مع معقول. الا صيفطوا لك ولا صيفطوا لك شي حاجه وعطاوها لك وتهلاو فيك كيفرحوك، كيفرحوك بحال كيهضر معاهم خوهم ولا باهم ولا عمهم ولا شي جدهم كيهضر معاهم. انا كنهضر